الطلاب وهم الثمرة وهم الأساس الذي جئنا هنا جميعا لنخدمهم ونخدم جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في بلدهم الإمارات العربية المتحدة. نحن معا وأبدا مع الإمارات العربية المتحدة قلبا وقالبا، تنسيق تام على في مجمل القضايا سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فلكم الشكر. في هذا اليوم الخالد، اليوم الوطني 87، تحتفل الملحقية الثقافية في السفارة السعودية في الإمارات العربية المتحدة احتفالا يليق بالمناسبة، احتفال متميز يقوم به الطلاب والطالبات الدارسين في الإمارات العربية المتحدة. هم من يشرف على الحفل حقيقة من بداية الحفل حتى نهايته. طبعا مكانة الطلاب غالية في قلوبنا، ولذلك استحقوا واستحق الوطن أن نقيم لهم مثل هذه الاحتفالية التي يشاركون بها، وأيضا يتفاعلون ويفرحون ويبتهجون مع زملائهم وإخوتهم الإماراتيين في هذا البلد الجميل المعطاء بليلة تليق بالمملكة العربية السعودية. فعالية اليوم هو احتفال بعيدنا العيد الوطني للخليج كله، للمملكة العربية السعودية 87، ولخليجنا وللإمارات ولكل الدول العربية والإسلامية. هذه أرض المملكة، أرض الحرمين الشريفين، امتداد لهذه العلاقات الطويلة بين الإمارات وبين السعودية. إحنا يربطنا فيهم علاقات طيبة ولله الحمد، وقياداتنا ولله الحمد متفاهمين، وإحنا اليوم بحاجة إلى الحزم مع ملك الحزم.